السلام عليكم او مرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعاده نصلوا ونسلموا على النبي. انا اخت ولا ام في عمري 54 سنه، كبيره شويه على بالي. راني رايحه نحكي لكم قصتي اللي صراحه ملي كنت في عمري 30 سنه وانا مصدومه بها. على كل إن نسيت الحكايه، لكن مره على مره نتفكرها وقلبي ضرني بزاف، وكي شفت القناه نتاعك حبيت نسمع قصة حياتي بصوتك انتي. وتانيك باش بزاف نسيدو العبرة، لانو كاين بنات صراحة يخرجوا عديان، وانا وحدة من النساء الكرش نتاعي ما جابتش بنت، جابت لي عدوة. راكو رايحين تفهموا اهم الاحداث. انا كي كنت في سن العشرينات كنت تزوجت زواج تقليدي تاع بكري، الحمد لله الراجل كان نعمة الزوج بالنسبة ليا. في الاعوام الاولى جوزتهم بالطبع، الله يبارك اللي تشوفني تحسدني على المعيشة نتاعي، حتى ملاحته وظرافته كانت باينة قدام ربي وعباده. في الأيام الأولى تاع الزواج عادي سكنت وتأقلمت مع العجوزة نتاعي، الواساتي ناس الدار كيف أي امرأة اللي تتزوج، يقعوا مشاكل ماشي زعما ما يقعوش، لكن كنت الحمد لله ليسونسيال هانية أنا وراجلي في هذيك الشمرة الحمد لله. فاتوا اليامات وفاتوا السنين وانا طولت شوية باش حملت. من بعد جبت اول بنوتة اللي كانت هي اكبر فرحتي في هذاك الوقت. اما في الوقت الحالي نقولكم باللي اكره حاجة عندي. بعدها زدت جبت زوج ذكورة ربي يحفظهم لي وربي يخليهم لي ان شاء الله. في هذيك المدة كنت نربي كيف أي أم، جبتهم على بعضهم، تربية شوية صعيبة، أنا بديت نطيح، صحتي بدأت تولي للور، خاصة كان عندي لانيمي ويعني الحمل هذا زاد كمل عليا. راجلي بدأ يتغير عليا وبديت نفقله باللي راهو يعني إذا صار لي نسا يتبلى. من بعد بدأ يخرج هذا التليفون والعفايس تاع السوشيال ميديا، بدأ يتحلب وخلاص. أنا من هذاك الوقت راجلي بعد عليا بعد كبير، لكن مازال يدير الواجب نتاعو وماشي مبين لي مي أنا كنت فايقت له. بصح على جال وليداتي دايما صابرة ونقول بالك يجي نهار وين يهديه ربي، وبالك راهو غير روتورداج ويعاود يرجع. لكن للأسف الشديد راجلي وبعد ما بدات تكبر بنتي بدات يعني تولي الله يبارك، قرات في الجامعة، درت الواجب نتاعي على أكمل وجه مع كامل وليداتي. صراحة من جهة التعليم خرجوا كامل قاريين وقاع يخدموا بقرايتهم، والحمد لله يا ربي هذه نعمة من عنده. من بعد مراها راجلي كيما قلت لكم بدا يخلط لي فنسة بزيادة، وبدا يعني عيني عينك ولا مام با ما يحترمنيش وما يقدرنيش. وبحكم انا كانوا عطاونا السكنة وسكنت وحدي قلت واش نزيد فوق هذا الشيء، الدار وكاين المصروف راهو يصرف والحمد لله، حاجة تنسى نخليها على ربي سبحانه. كنت صابرة وخلاص. بنتي في الفترة اللي كانت كملت الدراسة نتاعها بقات تحوس على عمل. في هذيك المدة كانت تعرفت على واحد الشاب، صحيح بنتي في هذاك الوقت كانت كبيرة وتعرف صلاحها، لكن أنا كانت هي أول العنقود وزيد بزيادة طفيلة وحدة، كنت نخاف عليها لدرجة كبيرة، كنت دايما نعسها وكي نشوفها تهدر مع لي جانوكا نقولها لا لا يا بنتي، ونحاول دايما نجبدها لعندي باش هكذا نداصرها ونعرف كامل وش راهي تدير. لكن للأسف بنتي كانت تخبي عليا كل شيء، ومرة على مرة كانت تجيب صحابتها هكا يقعدوا معها في الدار، كاين وين حتى بنات يباتوا معاها، وانا ما كنتش نعرف هذه الفكرة، قلت معليش بنتي وراهي قدامي. لكن ولات تتمادى في بعض الاحيان وتقول لي باللي نروح نبات مع صحاباتي حتى هما راهم يجوا يباتوا عندي، ندير فيهم ثقة وهما تاني يديروا فيا ثقة. وانا يا هذه الفكرة معارضتها، وتاني كشفت بنتي باللي بدات تاخذ الطريق المعوجة، كنت نحاول نصلحها غير بالكلام وتاني بالدعاء بيان سور. لكن بنتي ما كانتش تفهم خلاص خلاص، كي شغل عقلها مغلوق يا سبحان الله. والله العظيم جربت معها كل الطرق اللي ملاح، لكن للأسف ولات ما تحترمنيش وما تقادرنيش. لحقت وين بعض المرات تشد التليفون وتهدر مع ليجان قدامي، وكي نبدا نقول لها هذا الانسان اللي راهو ناويك يجي من الباب ما يقعدش من الطاقه تقول لي ما كان ما دخلك، اون بليس انا راني فايته سن الرشد، دايره في حسابها باللي راهي عايشه في لوروب، عم بالها باللي الحياه هذيك راهي رايحه تدوم لها. وانا كنت نصقي عليها ونحاول ندير اللي قدرت عليه، لكن ما حبتش تفهم. الوغ انا قررت وقلت لازم عليا نخبر باباها على الاقل يزيرها ويدير لها حل، باش هكذا الا كانت راح تاخذ طريق ماشي مليحه نعاودو نسقموها. وكيما كان الحال
خبرت بوها وباباها صعيب من هذوك الصوالح، ما نكذبش عليكم، صح هو تعنسى وتعميلي وخاطيه، بصح لو كان يشوف بنته يلو كان تهضر في التليفون راه رايح يقلب الدار عليها. وتانيك الحق وين بعد المرات بقى يضرب فيها واحد الضرب مبرح حتى وين تحشم تخرج بوجهها. انا مع الاول كانت تغيضني، كي الحق وين يضربها خلاص وليت ما نخبروش على واش كانت تدير بنتي. بنتي في هذيك المدة بقات تكرهني وبقات تبعد عليا غير بالعقل بالعقل. وتانيك التليفون هذاك كانت تحطه، اما من نهار اللي وليت نكتشفها ونقول باباها ولات ما تحطوش كامل قدامي، ونهار تحطه تدير له واحد الكود ما على باليش كامل منين جابته ما نعرفش كاع نفتحه. حتى اللي واحد النهار حط التليفون قدامي نسمع فيه لي ميساج يلحقوا، انا تماك توسوست كي رحت للتليفون ما عرفتش كامل نفتحه. قلت لها دوك تفتحي هاد التليفون قدامي، خلاص دخلتني الدوده، راني حاساتك راكي ديري فيه حاجه ماهيش مليحه. قالت لي ما كاين والو غير انتي راكي موسوسه وحبيتي تدمري لي حياتي بالتزيار نتاعك، راني كبيره ونعرف صلاحي. هذاك النهار ناضت كبيره بيني وبين بنتي. من بعد قلت لها راني رايحه نخبر باباك. من بعد بنتي خزرت فيا واحد الخزره، حسيت باللي ماشي بنتي وكانه رانا عديان وقاعدين في الدار. مع العلم انا نحوس غير مصلحتها ونحوس هذا الانسان اللي راهي تمشي معاه ولا تعرفه يجيها من الباب ويخطبها. وجاب لي ربي اي ام راهي رايحه تسمع قصتي راهي رايحه تفهمني مليح مليح واش راني ندير. في هذيك الدقيقه بنتي وجهها تقلب وما حبتش تنحي لي الكود باش نشوف التليفون نتاعها، لكن كي بقيت نهدد فيها باباها راحت ونحات لي الكود. قالت لي هذا واحد اون بليس راهو رايح يشوف لي خدمه باش يدخلني فيها وهكا كي على بالكي بلادنا بلاد المعارف. قلت لها وهذا الانسان تحبيه حاب يجي خطبك؟ انا دائما كنت نخمم في صلاحها. هي قالت لي لا لا نقصر معاه غير في التليفون، وكي قلت له روح تخطبني قال لي بلي الله غالب ظروفي ما تسمحليش، اون بليس انت كي تحوسي راجل خدام عنده دارو انت تانيك ما على باليش منين نجيب لك الراجل ويا حليل. دوكا قلت لها مانيش نحوس كامل الشروط، ليسونسييل يكون خدام وليد اصل وليد فاميليا. وهي كلامي يدخل منا يخرج منا، صدقوني بالله وليت نحس باللي بنتي خرج جت على السيطره نتاعي وحصلت فيها. وانا دائما كنت نحاول وندير كل الطرق والسبل باش نرجع بنتي مليحه للطريق. بنتي في هذيك الدقيقه كي نحات لي الكود بقيت نقرا في لي ميساج، و سي فري لقيت باللي هذا الانسان اللي كانت تواصل معاه قاعد يرسل لها في لي ميساج ويقولها واش دي لي السي في وكاع وانا نستكلف وندخلك. لكن الكلمات الاخرى اللي صدموني وخلاوني بالعقل، قالها ما تنسيش الاتفاق اللي راهو بيناتنا وماذا بيا بالكي تضربيني بحطبه ولا تخدعيني، ديجا السي في هذاك راهو مكتوب فيه لادريس نيميرو كل شيء، والله غير نجي لباباك نورمال. انا تماك خلعت، قلت هاد الانسان باين بلي راهو رايح يروندي لها سيرفيس مقابل حاجه، وهاد الحاجه اللي قعدت ننسيستي مع بنتي ونقولها وشنو الا كان دراهم خبريني معليش نخلصه ويشوف لك خدمه بالطبع وراكي قاعده، والا كان الشيء اللي راهو في بالي ردي بالك وردي بالك قبل ما هو يجي يقبض باباك. انا اللي نقول خوتك وباباك يسنسروك ما يخلو فيك. المهم في هذيك الدقيقه هددتها تهديد قاسي بزاف بزاف، ربما انا في هذيك الدقيقه ما عرفتش نهدر لكن انا مصلحه بنتي كنت نشوفها اولى من اي شيء. في هذيك اللحظه رفدت التليفون وخبطاته في الارض وقالت لي كرهت منك، كرهت من التزيار تاعك، عييتيني تعبتيني كل دقيقه تجبدي لي بابا بابا بابا. نقول لك حاجه من نهار هذا ما راني بنتك ما راكي يما، اخطيني خليني نعيش حياتي نتزوج ما نتزوج ربي سهل، راني فت سن الرشد نحوسي ليش على مصلحتي، نعرف مصلحتي احسن منك. في هذيك اللحظه انا قعدت غير ساكته ومصدومه من هذا الشيء. من بعد شفت باللي العلاقه نتاع بنتي وبابها ولات بزاف مليحه، وتانيك بعد اللي كان مزيرها وما يخليهاش تخرج وحدها ولا يخليها تخرج، وتانيك ضربه زوج تقول لي تحبي قولي لبابا هاوليك وقولي له، حتى انا صاي ما راني دايره دوك حتى علاقه، نحوس نخدم ندير دراهم 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 وسيبو. انا في هذيك الدقيقه قلت معليش نورمال صاي، كي قالت لي باللي ما كاين والو قعدت ساكته. لكن بنتي كانت تحفر لي مع باباها وانا لا خبر، هذا كامل باش تقعد دايره لي بروبلام اللي لهيني عليها. فهذيك المده كانت تتفاهم معاه بحكم هو كيما قلت لكم زير نسا وتعنسا وتعميليو،
ولا دايما يقولها بلي انني حاب دوزيام فام وراني حاب نتزوج، بصح راني خايف من ردة فعل تاع يماك. قعدوا دايما يتفاهموا عليا، وحتى انه راجلي راح خطب وعاود الزواج في سرية تامة، وواحد ما سمع بالقصة. القصة هذه سمعت بها غير كيما نهار ولا في عمري 36 سنة عرفت بلي راجلي معاود عليا الزواج، وبنتي العدوة هي اللي عاوناتو في كل شيء، وهذا الشيء كان تحت الاعترافات نتاعو، لانه بعد مدة ولا مريض وما يقدرش ينوض بالفراش، وكنت انا دايما نخدمه ودايما انا هي راس المحاين، وحتى ولو ولادي كبار وكاع مي انا اللي قاعده في الدار ولازم عليا نرفض راجلي، لكن على باليش باللي راهو ضاربني بمره وبضره. فهذيك اللحظه نهار احترف لي وقال لي باللي راني معاود الزواج وعندي زوج دراري معاها، وتاني كان قال لي باللي راهو كاريلها في مكان اخر وهي قبلت به، وتانيك بنتنا هي اللي عاوناتو. فهذيك الدقيقه رحت لبنتي ما خليت فيها ما بقيت فيها من السبان، وقلت لها راني متبرية منك إلى يوم الدين، وهي بكل برودة أعصاب كانت قالت لي بلي أنا عم بتلي طلقها اون بليس نزوة، قال لي بلي راني راح نتزوج بيها عامين 3 سنين نسترها ونعاونها من بعد نطلقها، هو زعما كان قايل لها بلي هكا، لكن الحق ليا تطورت ولا جاب معاها الدراري ومازالوا إلى يومنا هذا راجلها وعلى سنة الله ورسوله. بنتي انا غضبت منها غضب شديد في هذوك اللحظات باسكو كنت خلاص، لكن في هذيك المده انا بنتي كانت مخطوبه ودركا تزوجت وراهي عندها طفله وطفل، مازالني زعفانه عليها ومازال العداوه اللي في قلبي من جهتها كبيره لدرجه ما تصوروهاش. راكم رايحين تقولوا لي بنتك ولازم عليك تسمحي لها، نقول لكم باللي البنت اللي تخرج عدوه وتتفاهم مع باباها على جالي نقول لكم غير هذه اللي ما نسمح لهاش فيها. ممكن نقول لكم ندير الواجب قدام الناس، لكن قلبي راهو مكوي ومن اللي عرفت هذا الشيء وانا في صدمه كبيره، وراجلي دائما يحللني ويقول لي باللي الله غالب المكتوب وداير كيما هكذا وسمحي لي ويطلب مني سماح، باسكو خلاص طاح في الشوكه وما كاش اللي يرفدو، الله غالب هذا نصيب ربي وكتب له باللي يمرض بمرض العضال بعيد الشر عليكم. انا راني رافداته ودايره الواجب معاه، بصح مخليه كل شيء على ربي سبحانه، باسكو مرات نقول صبرت وما نلتش، ومرات هكا ولادي يقولوا لي ما عندك ما ديري، هذا هو الراجل الحمد لله ربي عوضني بهم. انا دركا راني خاطبه لوليدي الاول وربي فرحني به ان شاء الله، غير هما اللي لقيتهم في المحنه نتاعي، خاصه النهار بديت ندخل في هذيك الحاله النفسيه ونهار عرفت براجلي واش دار لي، غير هما اللي رافديني، رافديني من البحر للبحر، رافديني من غابه لغابه باش ينحوا لي ضيقه الخاطر والقنطه اللي كانت في قلبي. الحمد لله، لكن بنتي لحد ساعه جامي قالت لي بلي راني غلطه في الشي اللي درتو، لكن نقول الدنيا دواره وراهي دوكا مزوجه وعندها الدراري، ممكن يجي نهار وين تعيش واش راني عايشه. انا لحد الساعه راني كبيره، نقول لكم جده انا نحمد ربي على حاجه واحده هي انه ربي عطاني الصبر وعوضني بوليداتي. مي بنتي باش نقول لكم بلي خرجت لي حنينه، بالعكس ولادي هما اللي حنوا عليا. صح يقولوا بلي الطفله حنينه والطفله مليحه، بصح انا ما لقيتش الحنانه في بنتي. الوغ نقول لك جمع وحده عندها البنات ولا عندها الذكوره، نقول لك واش ربيتي يا اختي العزيزه واش تعبتي في الصغر راكي رايحه تلقايها في الكبر. انا بنتي كانت الاولى واول العنقود وكاع نفشوها، كنا بزاف ملاح معاها واش اللي تطلبوا يحضر من بين يديها، لكن كي بدات تكبر راكم رايحين تقولوا لي بالك الفشوش. انا نقول لكم والله ما على بالي الغلطه اللي درتها في حياتي باش ربي عاقبني بهذه البنت اللي خرجت لي اكثر من انها عدوه. اليوم قصتي حكيتها للبنات وللنساء هكذا باش تكون عبره، باش نقول لك باللي ردي بالك على بنتك ولا على بناتك الا عندك البنات، وتانيك حتى على ولادك، لانه الدنيا هذه والوقت اللي لحقنا ليه صعيب بزاف بزاف. صراحه انا ما تحكمتش في بنتي وما عرفتش كيفاش نسيرها، ربما انا هي السبب، لكن باش تقولوا لي اي وحده عادي انها الراجل يتزوج عليها، نقول لكم باللي مازال ما حفستيش على الجمره، باسكو نهار تكوني عافسه عليها وتكون عندك بنت عاقه تماك راكي رايحه تفهمي قصتي وتفهمي حكايتي مليح مليح. نقول لكم ادعوا لي برك ربي فرج عليا، انا الحمد لله في هذه الساعه راني حنزوج وليدي، ونتمنى لاي واحد ربي يفرحه في حياته.